وعلى خير يا جماعة. في الأول بدي أحكي بالنسبة للواجب، طبعا أنا ما كنتش محدد لكم شو A1 تستخدموها وشو B1، يعني شو الانترفال اللي تبلشوا فيها. السؤال الأول من الواجب، خلينا ناخذ A1 equals 1 و B1 equals 2. خلينا ناخذ A1 equals 1 و B1 equals 2. فمرة ثانية في الواجب، خلينا ناخذ السؤال الأول منهم. أنا راح برضه أعدل وظيف اليوم الواجب، وظيف هذا الشغلة، وببعث لكم برضه هذا كإعلان إنه استخدموا A1 equals 1 و B1 equals 2. الهدف من هذا الحكي طبعاً هو المفروض أنا ما أعطيكم إياه، عادة هي بتكون مش معطيه، بس أنا بدي أعطيكم إياه مشان ما تغلبش في التصحيح الصحيح، يعني مشان ما يكونش كل واحد حله شكل، فبديش أتغلب في التصحيح. فلهذا السبب استخدموا A1 equals 1 و B1 equals 2 في السؤال اللي أنا معطيكم إياه في الواجب. سؤال واحد، الرقم واحد. طبعا الواجب موعده في 2 الشهر، خلينا نذكركم إنه مش راح يتمدد طبعا إطلاقا الوقت الواجب، فاللي ما بيسلموا على وقته في وقته طبعا بتروح عليه. الشغلة الثانية، طبعا ما حدا يتحجج لآخر لحظة ويقول لي والله أنا كان الموديل معلق وما قدرتش أسلمه باستخدام الموديل وبعته في الإيميل، ويعني واسباب من هالنوع. طبعا لازم انا لهذا انا لازم الواحد يحاول يسلمه قبل الوقت بكثير، اصلا قبل بيوم، لان انا ما اعطيتكم وقت. مثلا هذا الواجب بده نص ساعه، انا اعطيتكم مثلا له فتره طويله. عاده الواحد بيعطي اسبوع للواجب، انا اعطيتكم حتى اكثر من اسبوع. الهدف من هذا الحكي انه ما حدا يستنى للاخر لحظه ويقول لي والله صارت مشكله في الموديل وما قدرت استلمه، هاي انا بدي ابعثه في الايميل، يبعثه متاخر او حتى في وقته او قبل وقته في الايميل. مش راح اقبل اي شيء بتسلم عن طريق الايميل، مثل ما حكيت انا اصلا في تعليمات الواجب، تعليمات الاساينمنت، مش راح اقبل اي شيء بتسلم عن طريق الايميل، وبرضه مش راح اجي اقبل انه يكون مش راح أقبل التسليم المتأخر، وكل واحد لازم يسلمه في وقته. بعدها مش راح أقبل أي شيء متأخر حتى ولو بدقيقة واحدة، ولا راح أقبل أي شيء عن طريق الإيميل سواء وصل قبل الموعد أو بعده. الآن بالنسبة للامتحان، الامتحان خلينا نأكد برضو أنه في 4 الشهر كلنا إحنا يكون يوم جمعة الساعة 7 مساء. الآن خلال هاليومين هذول بدي أعينكم كمان موعد الكويز، انه شوفوا احنا عمليا هذا الاسبوع 11 بضل عندنا 4 اسابيع، بضل عندنا 4 اسابيع فقط للفصل، 4 اسابيع فقط للفصل. الان ال 4 اسابيع، طبعا هو امتحان انتهاء شو اسمه التدريس، نهاية التدريس يكون عنده هذا شوي بس. بعثوه قبل فترة، أتوقع إنه بكون في عنده هذا بس أتأكد، أتوقع ما تغيرش هذا الحكي، مش عارف انا وين رحت فيه. تقويم تعديل بالفصل الثاني، هذا كان عنده اللي بعثوه قبل فترة انه last day of classes بيكون first day July 1st، فواحد سبعة بيكون اخر موعد، اخر بتكون اخر محاضره، تعطى اخر محاضره. فعلى كل حال احنا راح نعين الكويز خلال هاليومين هذول، يعني عين موعده. الكويز بالنسبه لطبيعته شو راح يكون، يعني باستخدام خلينا نقول راح يكون حسب مثلا نظام الوظيفه، او راح يكون الكتروني مثلا، وفي وهل في اذا كان الكتروني راح يكون في اسئله انشائيه ولا لا، ولا كله مالتيبل تشويس ترو فولس. راح دكتور، يعني
راح نيجي لهذا الوضع لاحقا نحكي عنه. ايوه تفضل دكتور، لو تقدر تأجل لك وزر الأسبوع الجاي، لأنه هذا الأسبوع فل عندنا. لا لا انا بقول لك بدي اعين موعده، مش بدي اعمله هذا الاسبوع كويز، وهذا الاسبوع بقدرش اعمله هذا الاسبوع اصلا، لانه هذا الاسبوع عندكم انت جاي تسليم الواجب، وعندكم في اربع الشهر عندكم الميد تيرم، فالكويز ما بقدر اعمل. دوار ولا حل؟ نعم الميد تيرم دوار ولا حل؟ الميد تيرم غالبا راح يجي غالبا لحد الان، يعني لحد الان، بس طبعا ما انا ما تاخذوه بشكل هذا نهائي، غالبا ما راح يكون ضع دائره وترو فولس الميد تيرم، اما بالنسبه للكويز قد يختلف الوضع، وبالنسبه للامتحان النهائي قد يختلف الوضع. تنسوش امتحاننا راح يكون وجاهي في الجامعه. اوكي والامتحان طبعا الميد تيرم على فكره مش راح يتغير، مش راح يتاجل مهما كانت الظروف. الميد تيرم موعد الميد تيرم ديروا بالكم، يجي كل والله ما زبطش معي، ولا حدا اجى عيل الامتحان، ولا غير موعد امتحانه فبدنا تغيرنا اياه، ولا ما زبطتش مع الامور لانه حدا اجل امتحانه وغير موعده، ما دخلنيش انا، حكيت لكم هذا خلص موعد نهائي بالنسبه للمتر. الان خلينا نبلش في المحاضره. اليوم راح نبلش سكشن 73، سكشن 73 واللي هو عن الاتراتيف ميثودز لللينير سيستمز، وراح نشرح الجاكوب ايتريشن جاوس سايدر ايتريشن. فخلينا نيجي في البدايه ل خلينا بالاول امر على هذا. شوفوا عندنا طبعا احنا في الماضي، انتوا في المدرسه خلينا نقول درست طريقتين لحل اللينير سيستمز بيكويجنز، واللي هم طبعا الاليمينيشن الحذف والسبستيتيوشن التعويض. بعدين في اللينير الجبرا لطلاب في الانجينيرنج ماث 1 لطلاب الهندسه، في اللينير الجبرا لطلاب الرياضيات درست طرق اخرى لحل اللينير سيستمز بيكويجنز، واللي هم مثلا الجاوس اليمينيشن، او في ناس بسموه الجاوس اليمينيشن والجاوس جوردن اليمينيشن وكريمرز رول واستخدام الانفرس. طبعا وهذه الطرق، حتى هاي الطرق اللي تعلمتها واللي هو افضلها يمكن يكون الجاوسن اليمينيشن وذ بوفيتنج، لها برضه سلبياتها ومساوئها، من ضمنها انه الرننج تايم عالي. فمثلا على سبيل المثال استخدام الانفرس في له اكثر من مشكله، في عنده اكثر من، يعني خلينا نقول في له اكثر من سلبيه، من ضمنها انه الرننج تايم له عالي، ومن ضمنها كمان انه سنسيتيف راوند اوف ايرور، يعني احتمال الراوند اوف ايرور فيه يكون كبير، فلهذا السبب عاده ما بنفضله. الان بالنسبه للجاوس اليمينيشن كمان الرننج تايم له 2 ان كيوبد اوفر 3 بلس بيج اوف ان سكوير، هذا كمان الرننج تايم له عالي، ولهذا السبب بدنا طرق بديله، وخصوصا عندما يكون في عند السيستم حجمه كبير. احنا في الاول لينير سيستم اوف ايكويجنز في امكاننا نعبر عنه باستخدام الماتريكس فيكتور فورم، في امكاننا يعني نكتب بهذه الطريقه ax equals b، a times x equals b. شو الx؟ هو الفيكتور اوف انونز، فيكتور المجاهيل، خلينا نقول كان في عندنا n من المجاهيل، فبكون x هو عباره عن x1 x2 up to xn، فيكتور الانونز المجاهيل. شو ال؟ a هي الماتريكس اوف كوفيشنز، مصفوفه المعاملات. شو ال b؟ هو الفيكتور اوف كونستانت تيرمز، يعني فيكتور الثوابت. الآن بشكل عام linear system of equations اللي مثل هيك non-homogeneous، قلنا إحنا إذا إحنا بنتعامل مع field of real numbers قلنا هذا له ثلاث احتمالات للسوليوشن. أولاً إنه يكون السيستم، يعني أحد هاي الاحتمالات إنه يكون السيستم inconsistent، inconsistent يعني ما في له solution. احتمال الثاني إنه يكون السيستم consistent، وإذا كان consistent في له برضه احتمالين هون، إما يكون في له unique solution، فهي الحالة راح يكون اليونيك سوليوشن هو A inverse equal times B X equals A inverse times B، أو في له infinitely many solutions، يعني مستحيل أن يكون في له two solutions only أو three solutions only أو four solutions only and so on. الآن بالنسبة للهوموجينيوس سيستم اللي بيكون A X equals zero، طبعا هذا الزيرو فيكتور، هذا الزيرو فيكتور، أين أنا كاتبة حتى هون، هذول فيكتورز بالنسبه ل ax equals 0، ax equals 0 هذا في له
احتمالين فقط اللي هم اما في له يونيك سوليوشن واللي هو التريفيال، بنسميه التريفيال سوليوشن. شو التريفيال سوليوشن؟ هو الزيرو فيكتور، يعني خذوا اكس ايكوال زيرو، اي تايم زيرو راح يكون زيرو، معناته تتحقق المعادله. هذا السوليوشن اللي هو الزيرو فيكتور بنسميه تريفيال سوليوشن. او الاحتمال الثاني انه يكون في له انفينيت ثمانيه سوليوشنز، طبعا مستحيل يكون في له نو سوليوشن لانه قلنا الزيرو فيكتور اللي هو تريفيال سوليوشن دائما سوليوشن له. الان في حاله كانت الماتريكس اوف كوفيشنز مصفوفة المعاملات كبير كثير وكان فيها عدد اصفار كثيره وكان في مثل بطر معين، مش راح ندخل في التفاصيل، يعني نمط معين للاصفار فيها، في هذه الحاله بيكون افضل باستخدام الايتريتيف ميثودز مثل جاكوب ايتريشن، جاوس سايد الايتريشن اللي راح نشرحهم في هذا السكشن اللي هو سكشن 73. يعني راح يكون هون استخدام هي الطرق الايتريتيف ميثودز افضل بكثير من استخدام الجاوس اليمنيشن، راح يكون يعني يوفر علينا وقت طويل، وقت كثير. فهذه احد فوائد الايتريتيف ميثودز مثل جاكوب ايتريشن جاوس سايد الايتريشن، يعني بنستخدمهم في حالات مثل اذا كان عندنا حجم السيستم كبير كثير وكانت مصفوفه المعاملات فيها اصفار كثير وفي نمط معين لهي الاصفار. الان هذول طبعا اندايركت ميثودز، طرق غير مباشره ومعتمده على مفهوم الايتريشن. هم أنا مثل ما حكيت ربطتهم في الماضي في chapter 2، هم عملياً تعميم لبعض الأفكار الموجودة في chapter 2. في chapter 2 عن إيش بحكي chapter 2 في الأول؟ عن إيش بحكي chapter 2؟ بحكي عن حل non-linear equations، يعني عملياً إحنا كنا نوجد جذور real roots، الجذور الحقيقية لfunctions of one variable، لfunctions of one variable. هذا تعميم للمفهوم اللي هناك. وأنا في الماضي حكيت قلت مثلا نيوتنز ميثود او نيوتن رافسل ميثود، في ناس بيقولوا نيوتنز ميثود في ناس نيوتن رافسل ميثود، قلنا هذا في امكاننا ان نستخدمها لايجاد الكومبلكس روتس، في امكاننا نستخدمها لايجاد الاصفار زيروز، بنبطل نسميهم جذور في هذه الحاله، الزيروز او الاصفار لفانكشنز مور ذان وان فاريبل. الان انا كنت في الماضي اشرح للطلاب كيف اذا كان عندي سيستم خلال التعليم الوجاهي عاده في معظم الحالات مش دائما حسب الوقت، انه اذا كان في عندي السيستم AX equals B، هذا السيستم في امكاني ان انظر له يعني حل السيستم في امكاني ان انظر له كعمليه ايجاد اصفار زيروز، يعني لا فانكشن اوف مور ذان وان فاريبل، يعني مثلا لا فانكشن فروم R2 تو R2 او لا فانكشن فروم R3 تو R3 او لا فانكشن فروم R4 تو R4 او لا فانكشن فروم Rn تو Rn and so on. فهذا كنت اوضحه للطلاب. فهنا نفس العمليه، والعملية اللي في chapter 2 كانت معتمدة على الإيتريشن. عمليا إذا بتتذكروا في chapter 2 مثلا في نيوتنز إيتريشن أو نيوتن رافسون إيتريشن، كنا نبلش في starting vector P0 ونكون sequence of vectors كنا احنا نسميها PN مش PK، بس أنا هون راح استخدم كسوبر سكريبت راح استخدم K بدل الآن. ليش؟ راح أوضح هذا بعد شوية. وهناك كنا نستخدم PN وأن نكون sequence PN N from 0 to infinity، كنا نبلش في starting vector أو initial vector P0 أو P0 ونكون بعدين sequence PN N from 0 to infinity. الآن هون راح نبلش في الشغلة مشابهة، راح نبلش في starting vector X0. طبعا starting vector هذا هل نختاره بشكل عشوائي؟ لا، في طريقة لاختياره، أو لأنه اختياره في إمكانية يؤدي لconvergence لهذا الiteration نحو solution للسيستم، وفي إمكانية يؤدي لعدم convergence. فإذا فشل الإيتريشن اللي عندنا مثلا جاكوب إيتريشن جاوس سايد الإيتريشن لهذا الستارتنج فاليو إكس نوت، مش بالضرورة أن يكون فاشل أي ستارتنج فاليو، فبدنا نغير إكس نوت في هاي الحالة، يمكن نغيرها مرة ثانية وثالثة ولا كذا. فطبعا قد تبدأ عملية مضنية في حال طبعا في نظرية رح نشرحها المرة القادمة واللي بتساعدنا في اختيار إكس نوت في بعض الحالات، طبعا مش دائما بتزبط. الان هون بتنتج عندي سيكونس، انا هاي السيكونس اولا راح استخدم الاندكس السوبر سكريبت، راح استخدمه هون سوبر سكريبت مش سب سكريبت. ليش؟ لانه طبعا انا هون يمكن وضحتها في الهاند اوت اللاحق، راح اوضحها في الهاند اوت اللاحق اللي هو طبعا امتداد لهذا. ليش انا راح استخدم سوبر سكريبت مو سبسكريبت؟ الشغلة الثانية بدل ما استخدم ان راح استخدم ك، هذا راح اوضحه في الهاند اوت هذا. فهذا موضوعنا الان، راح انتقل اليه.
مش عارف على فكرة ليش الطلاب، ليش الطلاب مش جايين؟ معظم الطلاب بيجوش، ليش؟ مش فاهم أنا، يعني تحجر في الامتحانات. طيب على كل حال، الآن في عندنا، قلنا شوفوا النوتيشن راح استخدمها هي التالية للسيكونس اكس كي سوبر سكريبت كي فروم 0 تو انفينيت راح تكون. ليش راح استخدم سوبر سكريبت؟ ليش؟ شوفوا، لانه اذا استخدمت مثلا هذا رقم الايتريشن راح يكون كي، فاكس كي طبعا هنا راح تكون مكونه على فرض انه في عندي ان من الانونز، ان من الفاريابلز، فإكس كي راح تكون مكونة من N من العناصر اللي هم مش راح يكونوا إكس كي 1 هذا العنصر الأول من إكس كي، كي رقم متذكر وكي هو رقم الإتريشن، إكس كي 2 هذا العنصر الثاني من إكس كي and so on up to إكس كي N هذا العنصر N من إكس كي. فليش أنا بستخدم كي بدل N؟ لأنه N هو عدد العناصر في الفيكتور، عدد العناصر يعني عدد الفيكتورز وصير عدد المجاهيل في السيستم، عدد العناصر في الفيكتور، ان هو عدد العناصر في الفيكتور يعني عدد المجاهيل في السيستم اللي هم اكس 1 اكس 2 اب تو اكس ان، هذول المجاهيل اللي ابدا اوجد قيمهم عشان اوجد الحل. فلهذا السبب انا بستخدم ان هون لعدد المجاهيل، فما بصير استخدمها كرقم الايتريشن. وانا بتبع الكتاب، يعني هيك الكتاب هو عامل، فالكتاب طبعا في عدم الانسجام مرات بكون، فهنا يعني كان افضل مثلا يستخدم مثلا نفس الشيء مثلا بي كي في شابتر 2 بدل ما يستخدم بي ان مشان ما يصيرش في التباس. ف ف ف ان عدد الانونز عدد المجاهيل، فلهذا السبب انا ما بصير اني استخدم، بما انها ان عدد المجاهيل ما بصير اني استخدمها كرقم الايتريشن. هذه شغله. الشغله الثانيه انه ليش انا بستخدم سوبر سكريبتس مش سب سكريبتس؟ يعني ليش مثلا ما استخدم اقول مثلا سيكونس اكس كي لما كي بتروح للانفينيتي بدل ما استخدم هذا؟ ليش ما استخدم مثلا هذا السيكونس؟ الجواب هو التالي، انه اذا انا بدي استخدم هذا الاكس كي كسيكونس يعني مشان يكون مثلا رقم الفيكتور عندي في الايتريشن مثلا كي هو اكس كي، قصدي الفيكتور في الايتريشن، في الايتريشن للرقم كي هو اكس كي، المشكله شو راح يكون العنصر الاول من اكس كي؟ اكس كي طبعا فيكتور في ان من العناصر، لانه في عندي ان من المجاهيل، ان من المجاهيل راح يكون العنصر الاول منه اكس 1 1 سوري اكس كي 1 مثلا، هون راح يكون العنصر الاول منه من اكس كي هو اكس كي 1، العنصر الثاني راح يكون عنده هو اكس كي 2، والعنصر الاخير بيكون عنده هنا اكس كي. شو المشكله في هذا؟ اكس كي ان طبعا سوري، العنصر الاخير اكس كي ان، اكس كي ان. شو المشكله؟ المشكله هون انه طبعا صار عندي دبل سكريبتس، الدبل سكريبتس احنا عاده نستخدمهم لمين؟ للماتريسيز مش للفيكتورز. فهذا الحكي بنتجنبه احنا عن طريق اني انا اجي اعوض اقول انه اكس كي هو الفيكتور لعناصر اكس كي 1 اكس كي 2 اب تو اكس كي ان اكس كي ان. اوكي، فهذا انا، هذا هو البديل، هذا هو البديل، انه هون صار شايفين ما بصير في التباس، ما بصير في التباس. واضح الشغله يا جماعه؟ في اسئله؟
الآن جماعة مرة ثانية شوفوا هون، مثلا على سبيل المثال كان أنا ينتج عندي سيكونس، خلينا نقول كان ينتج عندي سيكونس بي كي، كان ينتج عندي سيكونس مثلا خلينا نقول بي كي. البي كي مثلا في حالة مثلا نيوتنز ميثود كان ينتج عندي، أو بي إن كنا نسميها بي إن مثلا، كانت بي ان خلينا نقول تكون كونفرجنت لجذر ار، ار هو الجذر المطلوب، الجذر المطلوب طبعا as n approaches infinity. انا كتبته هون، هون كتبنا ايش ارد اكتب هذا مثلا، كانت او احنا هون نسميها بي كي، احنا كنا نسميها بي ان، كانت بي كي كونفرجنت مثلا لجذر ار اوف اف. هون انا بامل طبعا كنا نامل انها تكون بي كي كونفرجنت لجذر ار اف. هون انا السيكونس اللي عندي هي اكس كي كنا، وبنامل انها اكس كي تكون كونفرجنت لبي. شو بي؟ سوليوشن فيكتور. طبعا سوليوشن، السوليوشن عباره عن فيكتور للسيستم لما كي بتروح للانفينيتي. هل هذا دائما بحصل؟ لا مش بالضروره. طيب امتى هذا راح يصل، او كيف شو بعرفنا انه هذا حصل؟ راح نيجي لهذا الحكي لاحقا، راح نيجي لهذا الموضوع لاحقا. اوكي يا جماعه في اسئله؟ في اسئله؟ طيب الآن خلينا نيجي لهذا السيستم مثلا. قبل ما نيجي لهذا السيستم، الآن اللي بدنا نشرحه، اللي بدنا نشرحه يا جماعة الآن إنه كيف إن إحنا نحدد، كيف بدنا نحدد إحنا خلينا نقول، أو كيف بدنا شو اللي بدنا نعمله هون، كيف بدنا مثلا نعمل جاكوبي تريشن، جاوس سايدل تريشن، كيف بدنا نكون هاي السيكونس اللي راح تكون هوبفلي يعني كونفرجنت سوليوشن لهذا السيستم. ففي الاول النوتيشن اللي راح نستخدمها هون يا جماعه هي هذا، انه مثل ما قلنا بدل ما نستخدم بي كي مثلا او بي ان مثل ما كان وضع في شابتر 2 مثلا في نيوتنز ميثود، الان هون راح نستخدم هذه النوتيشن اكس كي. ليش؟ لانه انا الان هذه بي كي او بي ان كانت سيكونس اوف نمبرز اوف ريال نمبرز، هنا عندي اكس كي راح تكون سيكونس اوف فيكتورز. هذه الاكس كي كي فروم 0 تو انفينيتي راح تكون سيكونس اوف فيكتورز. في البدايه انا مثل ما كان الوضع في نيوتنز ميثود، في نيوتنز ميثود انا كنت اختار بي نوت وكون السيكونس بي ان مثلا، وانا انا بدي اختار اكس نوت وكون السيكونس اكس كي. كيف بدي اختار بي نوت مرة برا مره ثانيه؟ هذا راح نيجي له لاحقا. الان اكس كي عباره عن سيكونس فيكتورز، هذا السيكونس سيكونس فيكتورز، كل عنصر فيها اللي هو اكس كي راح يكون مكون من ان من العناصر اللي هم عدد المجاهيل النونز اللي هم مثلا خلينا نقول على فرضهم اكس 1 اكس 2 اكس ان. مثلا اذا كان في عندي مجهولين تكون اكس كي عباره عن اكس كي 1 اكس كي 2، اذا كان في عندي ثلاث مجاهيل بتكون اكس كي اكس كي 1 اكس كي 2 اكس كي 3 اند سو اون. الان فمثلا اكس 1 عندما ناخذ كي 1 راح يكون اكس 1 هو اكس 1 1 اكس 1 2 اب تو اكس 1 ان، يعني بعوض بدل كي ان. اوكي الان هون خلينا نيجي احنا في البدايه للجاكوب ايتريشن. قسم كبير من الامور اللي بنحكي عن جاكوب ايتريشن طب برضه يمكن تعميمها بسهوله للجاوس سايدل ايتريشن، فاحنا في البدايه بدنا نوضح كيف بيشتغل هذا الجاكوب ايتريشن، كيف بدنا نوجد الجاكوب ايتريشن. خلينا احنا نفترض انه في، انا راح اوضحه في مثال، انه في عندي هذا السيستم لينير سيستم ايكويشنز. هذا اللينير سيستم طبعا انا عدد المجاهيل فيه ثلاثه، معناته ان ثلاثه. ليش؟ لانه في عندي ثلاث مجاهيل. شو من ثلاث مجاهيل؟ اكس 1 واكس 2 واكس 3، معناته ان ثلاثه اللي هي عدد المجاهيل. اوكي لان هذا السيستم انا مثل ما حكيت في امكاننا نكتبه بالشكل ماتريكس فيكتور فورم اللي هو هذا اكس ايكوالز بي. شو ايه راح تكون؟ ايه هي مصفوفه المعاملات. شو مصفوفه شو من المعاملات؟ معاملات اكس 1 مثل ما انت شايفين في المعادلات الثلاثه اللي عندنا هم 5 و2 نيجاتيف 1، هيهم العمود الاول. هذا العمود الاول معاملات اكس 1، العمود الثاني معاملات x2، معاملات x2 الكوفيشنس لx2 يعني هم نيجاتيف 181 ايهم نيجاتيف 181، معاملات x3 هم 1 نيجاتيف 14 ايهم. x هو الفيكتور اوف انونز، شو من الانونز عند x1 x2 x3 ايهم. b هو الفيكتور اوف كونستانت تيرمز يعني فيكتور الثوابت، ايش هم الثوابت عنده؟ 10 11 3 ايهم. بامكاننا نكتب السيستم بالشكل هذا. طبعا هذا السيستم احنا في امكاننا نحله بشكل مباشر في طرق بدائيه، بدنا سبستيتيوشن والاليمينيشن، او من ضمنها
انه نستخدم جاوسن اليمنيشن وغيره. فليش انا بدي الجا للجاكوب اتريشن؟ الجواب طبعا هذا فقط لتوضيح الفكره. احنا عاده مثل ما حكينا نستخدم الجاكوب اتريشن جاوس تايدل اتريشن لسيستمز اكبر بكثير من هذا، السيستمز ضخمه، لان هذا طبعا في امكاننا نوجد سوليوشن له الطرق التقليديه القديمه، بس عاده طبعا بيكون السوليوشن مش معروف. ليش؟ لانه لو السوليوشن معروف اصلا، السوليوشن اللي بدنا اياه لو انه معروف السوليوشن اللي بدنا اياه، شو الهدف من استخدام الجاكوب اتريشن جاوس تايدل اتريشن؟ احنا اذا مثلا حلينا هذا السيستم في اي طريق راح نكتشف ان السوليوشن له الاكزاكت سوليوشن هو بي ايكوالز تو 1 1، يعني هذا راح تكون 2، يعني اكس اكس 1 راح تكون قيمتها اللي بتحقق السيستم هي 2، و اكس 2 اللي راح تكون قيمتها هي 1، و اكس 3 راح تكون قيمتها هي 1. فهذا شو اسمه الان، طبعا هذول لازم يحققوا كل المعادلات مع بعض. فاذا اخذنا مثلا 2 1 1 هل راح تحقق المعادله؟ لازم تحقق المعادله الاولى والثانيه والثالثه. فإذا أخذنا x1 1 و x2 1 x3 1 بصير عند المعادلة الأولى 5 times 2 اللي هي 10 minus 1 x2 1 plus x3 اللي هي 1، بصير عند 10 minus 1 plus 1، هل هي مساوية ل 10؟ طبعا لازم تحقق كل المعادلات مش فقط واحدة ولا ثنتين. بنيجي المعادلة الثانية 2 times x1، شو x1 قيمتها 2، ف 2 times 2 plus 8 times 1 minus 1 بصير عند 4 plus 8 minus 1 اللي هي 12 minus 1، هل هي مساوية ل 11؟ طبعا. بعدين المعادلة الثالثة، طبعا معناته المعادلة الثانية متحققة، المعادلة الثالثة لازم تتحقق، صار عندي minus x1 اللي هي minus 2 plus x2 اللي هي plus 1 plus 4x3 يعني plus 4 times 1 اللي هي بتصير negative 2 plus 1 plus 4 يعني negative 2 plus 5 واللي هي هل هذا مساوي ل 3؟ طبعا مساوي، معناته المعادلة الثالثة متحققة، معناته هذا solution. فأعطانا هنا لسبب، أعطته أنا لسبب. الآن بدنا نوجد الجاكوب iteration لهذا السيستم. الآن كيف بدنا نوجد الجاكوب iteration لهذا السيستم؟ الآن الخطوة الأولى بدنا نحل المعادلة الأولى لـ x1. شو نحل معناته شو معنى نحل المعادلة الأولى لـ x1؟ يعني نكتب x1 بدلالة كل شيء آخر في المعادلة، يعني بدنا نيجي لنيجاتيف x2 وبلس x3 هذولا ننقلهم على الجهة الأخرى، عندما ننقلهم على الجهة الأخرى طبعاً بدها تتغير إشاراتهم. فبصير عندي 5x1 is equal to 10 plus x2 minus x3. بعدين بدنا نقسم على معامل x1 هو 5 بصير عند x is equal to 10 plus x2 minus 3 or 5. بدنا ننتقل للمعادلة الثانية، بنحل المعادلة الثانية لمين؟ ل x2. فبدي أنقل كل شيء آخر اللي هو في هذه الحالة هو x1 minus x3 على الجهة اليمنى. عندما ننقلهم على الجهة اليمنى بدها تتغير إشاراتهم، وبتصير عندي 8x2 على الكوفيشنت لـ x2 اللي هو 8، فبصير عندي x2 is equal to 11 minus 2x2 plus 6x3 over 8. بعدين بروح للمعادلة الثالثة، بدي أحل المعادلة الثالثة لـ x3، يعني بدي أنقل negative x1 plus x2 للجهة اليمنى، بعدين بقسم على معامل x3 اللي هو 4، فبصير عندي طبعا في الأول 4x3 is equal to 3 plus x1 minus x2، بعدين x3 is equal to بتصير عندي 3 plus x1 minus x2 over 4. فهذا هو الوضع اللي عندي، أي أول خطوة. هذا مش هو الجاكوب iteration، هي خطوة بسيطة عشان نوصل للجاكوب iteration. اوكي، في أي أسئلة لحد الآن يا جماعة؟ طبعا في حدا ممكن يسأل، طيب لو ما كانش في المعادلة الأولى x1 ممكن طبعا، أو في المعادلة الثانية x2، أو في المعادلة الثالثة x3. طبعا اذا كان في عنده معادله رابعه بدنا نحل المعادله الرابعه لمين؟ لx4. كان في عنده معامل خامسه مثلا، كان في عندي x5 بدي احل المعادله الخامسه لمين؟ لx5 and so on. اذا ما كانش في عندي مثلا في المعادله الاولى x1، السؤال الجواب بقدر ابدل معادلتين، اجيب معادله ثانيه بدالها اللي فيها x1. الان هل هذا بغير في حل السيستم؟ طبعا لا. نتذكروا انتم اذا بتعيدوا ترتيب معادلات، تغيروا ترتيب معادلات في اللينير سيستم في ايكويشنز، هذا ما بأثر اطلاقا على الحل. ولهذا السبب عندما كنتوا انتم تعملوا جاوسن اليمنيشن او جاوس جوردن اليمنيشن في الاليمنتري رو اوبريشنز اللي كنتوا تعملوها لتحويل الماتريكس للرو اتشيلون فورم او للريديوست رو اتشيلون فورم، رو اتشيلون فورم طبعا في حاله جاوسن اليمنيشن والريديوست رو اتشيلون فورم في حاله الجاوس جوردن اليمنيشن، كنتوا تعملوا elementary row operations أو elementary column operations. خلينا هون نيجي ل elementary row operations. elementary row operations عمليا
من ضمن الخطوات المسموحة فيها كانت في 3 خطوات كانت هناك مسموحة، من ضمنها إيش؟ تبديل صفين في الأوغمنتد ماتريكس. تبديل صفين في الأوغمنتد ماتريكس هو مرادف لترتيب مع... لا لا لا, لا... سوري تبديل صفين في الأوغمنتد ماتريكس هو مرادف لتبديل معادلتين في السيستم. مرادف لتبديل معادلتين في السيستم معناته تبديل معادلتين في السيستم ما بيأثر على الحل، إلا إنه بدنا ندير بالنا هون ترتيب معادلتين في السيستم أو أكثر طبعاً هنا قد يؤثر على الكونفيرجنس أو عدمه بالنسبة للجاكوبي إتريشن بالنسبة للجاوس سايدر إتريشن. كيف يعني؟ يعني ممكن مثلاً الجاوس سايدر إتريشن الأصلي في السيستم الأصلي في جاوس في الجاكوبي إتريشن السيستم الأصلي في الجاكوب إتريشن أو الجاوس سايدر إتريشن يكون كونفيرجن، لأن عندما نعيد ترتيب المعادلات أو نغير معادلتين أو أكثر ترتيب معادلتين أو أكثر ممكن هذا يؤدي لعدم كونفيرجنس، والعكس صحيح. ممكن مثلا ممكن في البداية يكون مثلا ترتيب المعادلات ما بيؤدي لكونفيرجنس، إلا إن عندما إن نيجي نغير ترتيبهم نغير ترتيبهم يصير في عنده في طريقة معينة يصير في عنده شو اسمه convergence للجاكوبي إتريشن أو للجاوس سايدر إتريشن. فلهذا السبب بدنا ندير بالنا لهذا الخطوة. الآن مشان نوجد الجاكوبي إتريشن، شوفوا أنا هنا طالب إيجاد الجاكوبي إتريشن للسيستم، بعدين إننا نعمل 2 iterations باستخدام x not equal 0، يعني هذا راح يكون الستارتنج فيكتور، هذا الستارتنج ستارتنج فيكتور. او initial فيكتور. هذا الستارتنج فيكتور أو إنيشال فيكتور. طيب أنا حليت المعادلة الأولى x1، المعادلة الثانية x2، المعادلة الثالثة x3، وهذه هي النتيجة. بعدين بدنا نوجد الإتريشنز. شوف في الإتريشنز عادة أنا مثلا بتصير معروفة في الإتريشن كي تكون عندي x أو اللي مثلا خلينا نقول الإتريشن كي بلس 1، إتريشن كي بلس 1 بدي أوجد x كي بلس 1، تكون بدي هذه عادة قبل الفيكتور اللي قبلها في السيكونس اللي هو XK، يعني في الإتريشن اللي قبله اللي هو XK لازم يكون معروف. يعني في الأول شو عناصر XK؟ XK هم XK1 XK2 XK3. طبعا أنا بشكل عام كنت حاطط لعند XKN، هون وقفت عند 3 لأنها N3، هذا قيمة N، N قيمتها هي 3، N قيمتها 3 KN قيمتها 3، أو لأنه في عنده 3 مجاهيل فقط. لأنه فالآن XK plus 1 راح تكون عناصر XK plus 1 1 XK plus 1 2 XK plus 1 3 لأنه فيها 3 مجاهيل، فيها 3 مجاهيل XK plus 1. فالآن أنا خلينا نقول عملت الإتريشن K وصارت عندي XK معروفة، دروح الإتريشن K plus 1 داوجد هذه. كيف داوجد XK plus 1 من XK؟ طلع كيف باجي هون بضيف للفاريابلز اللي عندي X2 X3 X3 الإتريشن السابق اللي هو K، وهون هذا على الجانب الأيمن، الجانب الأيسر بضيف الإتريشن الجديد اللي أنا بدي إياه اللي هو K plus 1. شايفين؟ تنسوش الأكواس، الأكواس ضرورية جدا. بعدين نفس الشيء بنعمل بالنسبة لX2، على الطرف الأيمن بنضيف الإتريشن السابق اللي هو K للفاريابلز اللي عندي اللي هم X1 وX3، الطرف الأيسر بضيف للفاريابل اللي عندي اللي هو X2 الإتريشن الجديد اللي أنا بدي إياه اللي هو K plus 1. نفس الشيء بالنسبة لX3 بنعمل نفس القصة. الآن this is for k equal for all k لازم نحط k equal 0 1 2 etc. ليش from 0 بنبلش؟ لأنه مثلا شوفوا مثلا عندما نأخذ k 0 بصير عندي x 0 1 is equal to 10 plus x 0 2 minus x 0 3 over 5 1 x 0 2 x 0 3 معروفين من مين؟ من starting vector initial vector x 2. نفس الشيء بصير عندي x 0 plus 1 2 يعني x 1 2 is equal to 11 minus 2 x 0 1 plus x 0 3 over 8 عن x01 x03 معروفين الستارتنج فيكتور اند سو اون. فبنبلش من k equal 0. هذا هو الجاكوبي اتريشن. عندما اسال عن جاكوبي اتريشن بده معناته الواحد يوقف لعند هون، يوقف لعند هون. الان في الخطوات اللاحقه انا راح احل الجزء الثاني اللي هو بيرفورم تو اتريشنز يوزنج x not equal 0.
الآن، ومش بس راح أحل هذول، طبعا هو المفروض أنا فقط أحلهم، بس أنا راح أكون في بعض الخطوات التوضيحية الأخرى اللي هي مش مطلوبة مني طبعا، وأنتوا لازم ما تعملوها إلا إذا طلبت منكم. واضح يا جماعة؟ في أسئلة لحد الآن؟ واضح دكتور. ممتاز. الآن إكس نوت في الأول، هذا الستارتنج فيكتور أو إنيشيال فيكتور، قلنا ستارتنج فيكتور أو إنيشيال فيكتور. إكس نوت هذا يا جماعة، هذا إكس نوت عبارة عن فيكتور، وهنا طبعا زيرو زيرو فيكتور. إكس نوت بده يكون عنده هو، شوفوا زيرو، أنا في عندي كم مجهول؟ ثلاثة، بده يكون معناته مكون ثلاث عناصر كلهم أصفار لأنه عبارة عن زيرو فيكتور. إكس نوت قلنا هو عبارة عن إكس نوت، إكس نوت هذا هو عبارة عن إكس نوت 1، وفي ثلاث عناصر، العنصر الأول منه الكوردينات الأول يعني اللي له بنسميه إكس 0 1، الكوردينات الثانية اللي له بنسميه إكس 0 2، الكوردينات الثالث هو إكس 0 3. فهذا فمعناته x01 بيكون 0، x02 هو 0، x03 هو 0. نروح للإتريشن الأول، يعني بدنا ناخذ k0. شوفوا هي أنا كاتب برضه تفصيل، x0 راح يكون x01، x02، x03، x1 راح يكون x11، x12، x13، x2 راح يكون x21، x22، x23، and so on. بشكل عام xk هو xk1، xk2، xk3. الآن فبنبلش بالإتريشن الأول، هذا كله أنا كنت حاكي اللي قبل. فبناخذ k0، بدنا نوجد الآن طبعا إيش عندما ناخذ k0 هون. الهدف طبعا بدنا نوجد x1، فشوفوا لانه شوفوا عندما ناخذ كزيرو بصير عندي اكس 1 1 هون، طلع عندي بصير عندي اكس 1 1 از ايكوال تو 10 بلس اكس 0 2 ماينس اكس 0 3 اوفر 5، بعدين اكس 0 بلس 1 2 يعني اكس 1 2 از ايكوال تو 11 ماينس 2 اكس 0 1 بلس اكس 0 3 اوفر 8، بعدين اكس 0 بلس 1 3 يعني اكس 1 3 از ايكوال تو 3 بلس اكس 0 1 ماينس اكس 0 2 اوفر 4. فبطلع معناته x11 x12 x13، وهذول طبعا x11 x12 x13 بيعطوني x1. نفس الشيء بعد ان ناخذ k equals 1 مشان نطلع x2. فعندما ناخذ احنا k equals 0 صار عندي x11 ما كنا من هون، is equal to 10 plus x02 minus x03 over 5. وبصير عنده هون x12 is equal to 11 minus 2 x01 plus x03 over 8 و x13 is equal to 3 plus x01 minus x02 over 4. هيو x11 is equal to 10 plus x02 minus x03 over 5. The whole thing divided by 5. مش تنسوا الأقواس، اوعوا تنسوا الأقواس، خطأ شائع عند الطلاب انهم ينسوا الأقواس. بصير في هذا الحالة كأنها فقط x03 مقسوم على 5، ويصير كل الـ A ما هي معروفة مين بين، ما بزبط لا يعني. ونفس الشيء بالنسبة لهون، يعني في بعض الطلاب مرات بحطوا لي إياه مثلا divided by 5 مثلا، بحطوش الأقواس، بصير كأنها مين المقسوم على 5 مثلا، المقسوم على 5 بتصير فقط x3 بدون الأقواس هذولا. فلذلك ديروا بالكم بالنسبة لهذا النقاط. بتعرفوا طلاب الهندسة في precedence of operations، يعني لو كانت مكتوبة أنا عندي بالشكل هذا أو ما كانش القوس محطوط، كيف بعمل لها evaluation الحاسوب الكمبيوتر؟ والأول بعمل عملية القسمة، لأنكم تعرفوا إنهم عمليات القسمة والdivision والmultiplication، القسمة والضرب لهم priority، حق الأولوية على الaddition والsubtraction في ظل عدم وجود الأقواس. إذا ما كانتش الأقواس موجودة، إذا ما كانش القوس موجود ودخلته هذا للكمبيوتر، مش راح يقسم 10 بلس x02 ماينس x03 على 5، راح يقسم فقط بدون، إذا ما حطيتش القوس القوسين يعني هذول، راح يقسم فقط x03 على 5.
فعندي هنا x0 طبعا 0 x0 3 0 ايوم قلنا لانه x0 لو x0 عباره عن 0 صار عندي 10 بلس 0 ماينس 0 اوفر 5 وهذا عباره عن 10 اوفر 5 واللي هي 2. الان x1 2 نفس الشيء قلنا بدنا ناخذ نعوض ك0 هون حكيت انا قبل شويه فصير عندي x1 2 11 minus 2x01 plus x03 over 8 فهيها الآن x010 x030 وصل عندي 11 minus 2 times 0 plus 0 over 8 واللي هي 11 over 8 وx13 plus x01 minus x02 over 4 نفس الشيء من هون واخذ ك0 وصل عندي x13 is equal to 3 plus x01 minus x02 over 4. Yeah. x010, x020, so 3 plus 0 minus 0 over 4, and 3 over 4. And x1, vector x1, who x11, x12, x13, x11 هي 2, هيها, x12 هيها, x13 هيها. هذا الآن نهاية الإتريشن الأول. بدعم الإتريشن الثاني. الآن أنا مش مطلوب من الرحمة لهون. بس الآن أنا خلينا نقول إحنا جينا عملنا iterations عملنا iterations إحنا يا جماعة وطلعت عنده عملنا iterations طلعت عندي قيم للsequence مثلا طلعت عندي x1 ولو فرضنا إنه الإكزاكت سوليوشن اللي أنا بدور عليه P مش معروف طيب شو بعرفني إنها x1 تقريب جيد لهذا السوليوشن اللي انا بدي اياه ولا لا؟ طبعا اذا كان السوليوشن معروف بي معروف مثل ما هو الوضع عندي هون انا بقدر اوجد شيء مرادف للابسوليوت ايرور مثلا اللي هو الابسوليوت ايرور كان عندي الابسوليوت فاليو للاكزاكت ماينس الابروكسيميشن مثلا شو الابروكسيميشن في الحاله اكس 1 مثلا شو الاكزاكت هو بي لانه طبعا بي واكس 1 هم فيكتورز ما بصير استخدم ابسوليوت فاليو لازم شو استخدم النورم هون بيجي التطبيق مثلا احد مفاهيم شابتر احد مفاهيم سكشن 7.1 بستخدم النورم اي نورم مش مشكله اي نورم بس عاده اسهل شيء استخدام ال1 نورم هون فبنستخدم ال1 نورم هون لبي ماينس اكس 1 بي هو الاكزاكت اكس 1 هو الابروكسيميشن هذا بمثابه الابسوليوت ايرور الابسوليوت ايرور على فكره هذه لازم تكون ممتده الاشارات على طول الفيكتورز الان فبدي هذا P هي 211 معطية معي كانت و X1 هي هذا فبدي أوجد P minus X1 تصير 2 minus 2 اللي هي 0 1 minus 11 over 8 اللي هي negative 3 over 8 1 minus 3 over 4 اللي هي 1 over 4 بدي ال1 norm لهذا ال1 norm لهذا عبارة عن absolute value للعنصر الأول بلس absolute value للعنصر الثاني بلس absolute value للعنصر الثالث لازم أنا أكون في هذا التفصيل هي اللي أنا عامله هون هذا بصير لازم يعني انا كنت مختصر المفروض الواحد في الحل ما يختصر انت يعني المفروض ما تختصره بصير عندي 0 بلس 3 اوفر 8 بلس 1 اوفر 4 اللي هي 5 اوفر 8 الان هل هذا اللي بثابت ابسوليت ايرور صغير؟ لا مش صغير هل شو نستنتج من هذا؟ نستنتج انه اكس 1 از نوت ا جود ابروكسيميشن اوف ذا ريكوايرد سوليوشن بي is not a good approximation of the required solution. X1 is not a good approximation of the required solution. ليش؟ لأنه المسافة ما بين هذه بمثابة المسافة ما بين P و X1 باستخدام الـ 1 norm كانت كبيرة. الآن طيب في حدا يمكن يسأل طب هون P معروفة بشكل عام P بتكون مش معروفة لأنه أصلاً ليش بدنا نستخدم إحنا الجاكوبي iteration Gauss Seidel iteration لأنه بنستخدمها في الحالة اللي بتكون P مش معروفة طبعاً بدنا نوجد P. فكيف أنا بدي أعرف إنه P انها قصدي انها x1 x1 مثلا ولا x2 ولا xk بشكل عام good approximation of p of the required solution or not of the unknown p خلينا نقول اللي مش معروف هذا السوليوشن فهنا هذا السؤال is x1 a good approximation مثلا او x2 او xk يعني اي واحده فيهم of the required solution p ففي الحالة الأولى assume P is known هاي مثل ما احنا راح نفترض هون انه P معروفة والحالة الثانية assume P is unknown هذا راح نتطرق له لاحقا طبعا إذا في نظرية بتعطيني الـ error bound كان به بس خلينا نقول لو فرضنا ما في نظرية لو فرضنا انه مثلا هون في عندي برضه احتمالين في عندي theorem خلينا نحطه بالشكل التالي
فخلينا نفترض انه هنا في عندي انا الاحتمال الاول انه في عنده فيها we have a theorem with error bound, no theorem, with error bound. فعندي هذول الحالتين برضو أنا اللي بدي أجي لهم. راح نيجي هذا لهذا لاحقا بتذكروني فيه للطرق الآن. خلينا نروح للإتريشن الثاني. الإتريشن الثاني k equals 1 ونأخذ k equals 1 الإتريشن الثاني هنا. فأنا طبعا أخذ k equals 1 بعوض هون أو إنه نروح للإتريشن اللي قبله هون. بدنا نضيف واحد للسوبر سكريبت بصير عندي مثلا x21. انا هون الان طبعا هدف من الايتريشن الثانيه بدنا ناخذ طبعا الايتريشن الثانيه كي ايكوالز 1. ما ناخذ كي ايكوالز 1 شو الهدف من هذه الحاله؟ بدنا نوجد اكس 2. شايفين هون عند بناخذ كي ايكوالز 1 الهدف منها هو ايجاد اكس 2. فالان بنقدر نروح للايتريشن اللي قبله نضيف واحد للسوبر سكريبت بصير عندي اكس 2 1 از ايكوال تو 10 بلس اكس 1 2 ماينس اكس 1 3 اوفر 5. وصل عندي هنا x2 نضيف واحد للسوبر سكريبتس x22 مش للسب سكريبتس للسوبر سكريبتس يعني اللي فوق هذول بين اكواس وضروري الاكواس ضروريه x22 is equal to 11 minus 2x1 1 plus x1 3 over 8. على فكره هذا الفراغ كان نتيجه محي في التبكس يعني المفروض ما يكون موجود. بعدين هنضيف واحد للسوبر سكريبت وصل عندي x23 is equal to 3 plus x11 ماينس اكس 1 3. طبعا هذا على فكره برضه الواحد انا مرات بكون عنده شو اسمه هذا الواحد المفروض انها تكون يعني هون. فالان خلينا نشوف هون. ف اكس 2 2 بتصير عندي 11 ماينس 2 اكس 1 1 بلس اكس 1 3 اوفر 8. ايش هذا العمليه؟ ايش اكس 1 1؟ اكس 1 1 هي 2 وجدناها احنا قبل شويه. هون هي x1 1 2 x1 2 11 over 8 x1 3 3 over 4 3 over 4. فبصير عندي x2 1 is equal to 10 plus 11 over 8 then x1 2 minus x1 3 اللي هي 3 over 8 over 5 ونعوض طلع عندي 17 over 8 x2 2 11 minus 2 x1 1 plus x1 3 over 8 x1 1 هي 2 x1 3 هي 3 over 4 بنعوض بطلع عندي ده هذا x2 3 equal to 3 plus x1 2 minus x1 2. فبنعوض x1 2 طبعا قيمتها سوري x1 1 x1 1 قيمتها 2 x1 2 قيمتها 11 over 8. فبنعوض طلع عندي هذا الان x2 راح يكون هو x2 1 x2 2 x2 3 وطبعا x1 x2 1 هيها 17 over 8 هيها x2 2 هيها 31 over 32 x 23 هيها 29 over 32. فبصير عندي هذا x2. هذه نهاية الإتريشن الثانية. نهاية الإتريشن الثانية. لأن خلينا نقارن x2 برضو في p ونشوف مدى قرب x2 من p. بعدين نشوف مين أفضل كتقريب للسوليوشن x2 ولا x1. خلينا نشوف هذا الحكي. الآن فبدنا نوجد معناته مثلا الابسوليوت ايرور واللي هو النورم للاكزاكت ماينس الابروكسيميشن. الابروكسيميشن اكس 2 الاكزاكت هو بي. اي نورم طبعا اذا استخدمنا ال1 نورم سابقا لازم نستخدم ال1 نورم هون. فبصير عندي انا
ال1 نورم لا بي اللي هي 211 ماينس اكس2 اللي هي 17 اوفر 8 31 اوفر 32 29 اوفر 32. بدي اوجد الان الفيكتور هذا ماينس الفيكتور هذا اللي هو راح يكون 2 ماينس 17 اوفر 8 اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 8 لانه تي 2 عباره عن 16 اوفر 8 16 اوفر 8 ماينس 17 اوفر 8 صار نيجاتيف 1 اوفر 8 بعدين 1 ماينس 31 اوفر 32 هذا بتصير 32 اوفر 32 ماينس 31 اوفر 32 اللي هي 1 اوفر 32 بعدين 1 ماينس 29 اوفر 32 يعني 32 اوفر 32 ماينس 29 اوفر 32 اوفر 32 اللي هي عباره عن 3 اوفر 32. انا بدي ال1 نورم لهذا انا المفروض اكتبه بخطوه بسيطه او الابسوليت فاليو لهذا لنيجاتيف 1 اوفر 8 plus the absolute value ل 1 over 32 plus the absolute value ل 3 over 32 هذا راح يطلع 1 over 4. الآن هل هذا صغير قريب جدا من الصفر؟ مشان يكون x2 مشان يكون x2 تقريب جيد للسوليوشن P للسوليوشن اللي بدنا إياه P لازم هذا هذا شو اسمه هذا not close to zero لازم هذا يكون close to zero not close to zero لازم يكون هذا close to zero مشان يكون x2 مشان يكون x2 قريب على ال p مشان يكون x2 قريب على ال p لازم هاي المسافة تكون ايش قريبة تكون هذه المسافة لازم مشان يكون x2 قريب يعني كثير على ال p لازم تكون المسافة بينهم قريبة على الصفر لأنها طبعا هذه المسافة مش قريبة على الصفر معناته بنستنتج إنه X2 مش قريبة على البي معناته X2 is not a good approximation of P. الآن بس مين أفضل كتقريب للبي للسوليوشن X2 ولا X1؟ الآن بدنا حد بدنا نشوف نقارن النورم لبي ماينس X2 في النورم لبي ماينس X1. النورم لبي ماينس X2 هو 1 over 4 النورم لبي ماينس X1 هو 5 over 8 عن 1 over 4 اللي هي 2 over 8 هذه عندي 5 over 8 معناته النورم ل P minus X2 هو أقل من النورم ل P minus X1 بنستنتج معناته من هذا الحكي إنه إيش إنها X2 أفضل أو أقرب على ال P من X1 واضح يا جماعة؟ يا سيدة واضح دكتور. طب اوكي ممتاز. الان نفس المفاهيم اللي كانت في تشابتر 2 بدنا نعممها عمليا. بدنا نعممها. فالان ف الايتريشنز مثل ما شفنا هذول بدهم يكملوا. بدهم يكملوا. طيب كيف بدنا نوقف هذول الايتريشنز؟ كيف بدنا نوقف هذول الايتريشنز؟ وبعدين برضو في شغلة ثانية احنا بنأمل طبعا هالسيكونس الناتجة هذه عن الاتريشنز انها تكون convergent to solution او للسوليوشن P اللي بدنا اياه في السيستم يعني بنأمل انها تكون الليمت لإكس كي لما كي بتروح للإنفينيتي تكون مساوية للP P هو السوليوشن اللي بندور عليه اذا كان هذا الوضع اذا صار هذا الوضع يعني كانت إكس كي convergent للP في هذه الحالة بتصير قيم السيكونس بعد قيمة معينة لك مثلا بعد k equals n وانا كتبتها مثلا اذا كان عندي مثلا هون خلينا هذا نقول هلأ جاي مثلا هون لهون يعني بصير عندي هون مثلا after مثلا k equals n capital n احنا كنا نسميها لان capital n قبل بدي استخدم نفس الاشي اللي استخدمناها في chapter 2 بعد ما مثلا نوصل لقيمه معينه من الايتريشنز خلينا نسميها n مثلا بعدها بتصير قيم السيكونس xk تقترب اكثر فاكثر من السوليوشن اللي انا بدي اياه p وبتصير كل قيمه جديده في السيكونس افضل من اللي قبلها يعني اقرب من اللي قبلها على البي
إلا أنه قبل هذا الإتريشن أن كل شيء ممكن يحصل. يعني شو معنى الحكي؟ يعني ممكن أنه القيمة الجديدة للسيكونس فمن السيكونس هذا إكس كي القيمة الجديدة تكون أسوأ من اللي قبلها، ممكن تكون أفضل من اللي قبلها، ما بنضمن. إلا أنه بعد هذا الأن، بعد هذا الآن بتصير كل قيمة جديدة أفضل من اللي قبلها، لأنها بتصير قيم السيكونس تقترب أكثر فأكثر من السوليوشن بي، يعني بتصير تقريب للبي. قيم السيكونس بعدها بتصير تقريب للبي. أوكي، فهذا شو اسمه اللي بدنا نحكي عن نفس التعميم، نفس المفاهيم اللي حكينا عنها في الشابتر اللي قبل. طبعا اي نورم نستخدمه من ناحيه المسافه بنقدر نستخدم اي نورم. انا عاده نستخدم الون نورم، يمكن هو الاسهل استخداما هون. طبعا ما دام بتصير اكس كي تقريب للبي، طيب شو الخطا في هذا التقريب؟ كيف بدنا نقيس الخطا في هذا التقريب؟ لما قلنا بعد ما تصير كي ايكوالز ان، بعد هذا الايتريشن كابيتال ان، قصدي بعد الايتريشن كابيتال ان، بتصير قيم السيكونس اكس كي تقريب للبي. طيب شو الخطا في هذا التقريب؟ الخطا في هذا التقريب، او كيف بنقدر نحدد او نقيس المسافه او مدى الدقه، خلينا نقول في تقريب بي في اكس كي، احد الشغلات الخيارات اللي نقدر نستخدمها هي استخدام المسافه ما بين بي واكس كي، مسافه ما بين بي واكس كي. هذا بيعطينا هذا بيعطينا شو اسمه مدى قرب اكس كي من بي. بس الان في نقطه هنا مهمه اللي هي ايش؟ طيب هذا ما هي النون، النون. طب اذا كانت هذه النون، طيب كيف انا بدي اوجد المسافه؟ كيف يوجوالي خلينا نقول، كيف انا بدي اوجد معناته هاي المسافه مشان اعرف مدى قرب اكس كي من بي، مشان اعرف مدى قرب اكس كي من بي؟ هذا راح نيجي له لاحقا. طبعا قد يكون في نظريه بتعطيني الايرور باوند، قد يكون فيه هو بس انا مش راح اغطيهم. في نظريات تعطيني الايرور باوند بس انا مش راح اغطيهم الان. طيب اذا ما غطينا هذول النظريات اللي بتعطيني الايرور باوند وبي مش معروفه، فشو بدي عرفني انها قيمه السيكونس اكس كي اللي حصلنا عليها قريبه من بي ولا لا، او تقريب جيد للبي ولا لا؟ هذا راح نيجي له اليوم. يا جماعه في اسئله؟ طيب الان هذا تعميم برضه، لا مش تعميم، خلينا نقول تطبيق على احد المفاهيم اللي درسناها في السكشن السابق اللي هو سكشن 7.1 عن النورمز. قلنا إن إذا كانت عندي sequence of vectors xk convergent with vector p، قلنا هذا بحدث if and only if النورم ل xk minus p goes to zero as k goes to infinity، يعني المسافة ما بين xk و p بتروح للزيرو لما k بتروح للإنفينيتي. طبعا ما استخدمتش نورم معين هون، فأي نورم بدنا نستخدمه طبعا بصير نستخدم أي نورم. لاحظوا كمان أنا هنا الشيء اللي عملته، هاي الملاحظات، أنا كان حاطط فراغ ما بين إشارة البار اللي هون وهذا، المفروض ما في فراغ في النورم، يعني يكون الشحطين اللي هون واللي هون جنب بعضهم بالضبط. أوكي، الآن في برضو كمان بعض الملاحظات اللي بتذكروها. طبعا هنا كان في إشي ما محيه في تيبكس في بداية النقطة الثالثة، الملاحظة الثالثة، الرمارك الثالثة، إنه بالنسبة ل الستارتنج فيكتور الانشال فيكتور طبعا قد يلعب دور كبير في الكونفرجنس او عدمه للسيكونس اللي عندنا. الكونفرجنس او عدمه طبعا بعني للسوليوشن اللي احنا بدنا اياه. فهذا الحكي راح نيجي له لاحقا، يعني كيف بدنا نختار اكس نوت. طبعا راح نحل هذا السؤال بارشلي، مش راح نحله بشكل كلي. طبعا ما في سؤال شافي بش في الغليل دائما في كل الحالات، بس في بعض الحالات في، قصدي ما في جواب بش في الغليل في كل الحالات، يعني اللي بحل المشكله نهائيا، الا انه في بعض الظروف او في بعض الحالات في جواب، بس مش في كل الحالات. الان بنيجي لمفهوم الدقه، نعمم مفهوم الدقه. اذا بنقول احنا بدنا سوليوشن، طبعا هنا الابسلون طالعه شويه، كان برضه في شيء ممحي هون في تيبكس، في الاول كان مشطوب بعدين محيته في تيبكس. if we need an approximation of the solution with epsilon accuracy or with accuracy epsilon،
شو معنى هذا الحكي؟ معناته أنا بدي أوجد XK، يعني بدي أوجد قيمة السيكونس XK اللي بتحقق لي إنه النورم لبي مانوس XK يكون أقل أو يساوي. إحنا طبعاً كانت أقل هي، بس إحنا اتفقنا في شابتر 2 إن نعملها أقل أو يساوي في حالة كنا نحكي عن الدقة تكون أقل أو يساوي إبسلون. طبعاً أي نورم هون، أي نورم هون بقدر أستخدم أنا أي نورم بدي إياه، إلا إذا كان محدد معي معطوا معي شو النورم اللي لازم أستخدمه. فأنا عندما أقول بدي سوليوشن بدقة إبسلون with accuracy إبسلون or accurate within إبسلون، هذا معناه، هذا معناه، هذا معناه إني أنا بدي أوجد XK اللي تكون المسافة بينها وبين P أقل أو يساوي إبسلون. الآن في حال يمكن يسأل، طيب ما هي P عادة بتكون مش معروفة، فكيف أنا بدي أوجد المسافة ما بين P و XK؟ طبعاً قد يكون في نظرية بتعطيني الإيرور باند، مثل ما كان الوضع مثلاً بالنسبة للباسكشن ثيرم اللي حطيت لكم إن إياها في السؤال الأول للوظيفة للواجب، أو في مثل بعض النظريات الموجودة في مثلاً سبيل المثال في الفيكس بوينت إنتريشن كذا، في نظريات مرات تعطيني الإيرور باند بنستخدمها. طبعاً هو في نظريات هون بالنسبة للجاكوب إنتريشن كذا والسايدر إنتريشن، بس أنا مش راح أتطرق لها. طيب مدام ما في نظريات، إذا فيش نظريات تعطيني الإيرور باند، طيب كيف أنا بدي معناته تحقق من إنه، أو كيف بدي أوجد XK اللي بتحقق هاي الدقة؟ طبعا الجواب بدنا نعملها براكتيكالي في هاي الحالة عمليا، يعني بدنا نعمل جدول ونصير نوجد قيم السيكونس حتى تصير المسافة ما بين القيمة الحالية واللي قبلها، ما بين العنصر الحالي في السيكونس يعني واللي قبله ضمن إبسلون، يعني أقل أو يساوي إبسلون. مثل ما اتفقنا إحنا كل الدقة بدنا نحولها للستان أو إيكوال بدل ما تكون الستان. أوكي؟ يعني في هاي الحالة شو راح يكون الجواب إذا تحقق، عندما تحقق هذا الشرط؟ طبعاً شو إبسلون؟ إبسلون هي الدقة المطلوبة، واللي هي عادة بتكون عدد صغير جداً موجب قريب من الصفر، برغم عادة تكون عدد صغير جداً موجب قريب من الصفر، إلا أني أنا حكيت أنا عادة بستخدمها مثلاً الكتاب مرات نستخدم 0.1.01.02. كذا الهدف طبعاً هو توضيح الأفكار مش أكثر، بس عادة الدقة المطلوبة في الحياة العملية بتكون أكبر من هيك بكثير، يعني إبسلون بتكون أصغر من هيك بكثير، يعني قد تكون إبسلون مثلاً 10^-9، قد تكون 2 × 10^-11 and so on مثلاً. الآن طبعاً ومرات قد تكون الدقة أكثر من هيك بكثير، مثلاً إذا حد مثلاً بيشتغل على مثلاً مركبة فضاء، مثلا على صاروخ فضاء، على مثلا مركبه هبوط على القمر اللي على المريخ واللي على كذا، طبعا ما بدهم دقه 10^-1 ولا 10^-2 ولا 10^-5 ولا 10^-10 ولا 10^-20. طبعا بدهم دقه اكثر من هيك بكثير. طبعا الكمبيوترز اللي عندنا احنا بنستخدمهم طبعا قد لا تحقق الدقه المطلوبه، مثلا تكون في ناسا ولا في غيره، ففي هذيك الحاله طبعا هم بيكون في عندهم سوبر كمبيوترز مالتيبل بريسيجن، حتى مش بس بالدبل بريسيجن. احنا طبعا ما في عندنا هاي الامكانيات، يعني احنا كاشخاص يعني قصدي بعنا فيها قبلها واللي هي اكس كي. اوكي الان ومثل ما شفنا برضه انه الايتريشنز هذولا، يعني انا هناك السؤال كنت بدي فقط تو ايتريشنز، لان طبعا احنا راح نعمم المثال اللي عملناه قبل شويه لنوجد مثلا حل بدقة معينة، مثلا هي راح تكون دقة صغيرة، يعني مش دقة كافية مثلا 10^-1، وراح نعيد نفس المثال في الجاوس سايدر إيتريشن. الآن بس مثل ما احنا شايفين إذا ما كانتش الدقة مطلوبة، يعني فيش دقة محددة، الإيتريشنز يمكن نروح للإنفينيتي، فكيف بدنا احنا نوقف هذا؟ وراح يروح للإنفينيتي، مش يمكن راح يروح للإنفينيتي، فكيف احنا بدنا نوقف هذولا الإيتريشنز؟ الجواب طبعا بدنا احنا termination conditions، بدنا termination conditions. التيرمينيشن conditions اللي راح نستخدمهم من هون طبعا هم التعميم للtermination conditions اللي احنا استخدمناهم في chapter 2. وعادة احنا بنستخدم التيرمينيشن conditions طبعا مع maximum number of iterations. ليش مع maximum number of iterations؟ احنا كنا نسميه M، كنا نسميه M. ليش؟ لانه في امكانية termination condition يطول تا يتحقق، يعني يمكن ياخذنا عدد كبير جدا الايتريشنز قبل ما يتحقق التيرمينيشن كونديشن. طب اذا التيرمينيشن كونديشن بيطول تا يتحقق، طيب معناته بده يصير عندي سمي انفينيت لوب. شو البديل؟ البديل نستخدم ماكسيمم نمبر اوف ايتريشنز، يعني اعين حد اقصى من الايتريشنز، اعين حد اقصى من الايتريشنز. ومثل ما حكينا التيرمينيشن كونديشنز هو تعميم للتيرمينيشن كونديشنز اللي احنا استخدمناهم في
في تشابتر 2. هناك كان في عند الترمينيشن كونديشن الاول اللي هو تقريب للابسوليت ايرور، كان هو الابسوليت فاليو لبي كي بلس 1، او احنا كنا نستخدم مرات بي كي ماينس بي كي ماينس 1. طبعا هناك احنا كنا نستخدم، خلينا نكون دقيق اكثر، كنت استخدم هذا عاده، مثلا هذا مثلا الابسوليت فاليو لبي ماينس بي ان ماينس 1 اقل من ابسلون، اقل من ابسلون مثلا، اقل من ابسلون. فهناك مثلا لانه كنا نستخدم ان كرقم الايتريشن، قلنا احنا بدنا نستخدم هنا كي كرقم الايتريشن. فكان مثلا والمرادف الا كان هذا هو الابسوليت فاليو لبي ان بلس 1 في ان بلس 1 ماينس بي ان ليس ذان ابسلون، ليس ذان ابسلون، اوكي ليس ذان ابسلون. فالان ففي عندي انا هذا هون المرادف له بده يكون النورم لاكس كي بلس 1 ماينس اكس كي ليس ذان ابسلون. هذا المرادف يعني هذا طبعا قلنا احنا تقريب للابسوليت ايرور، المرادف له هذا طبعا ما بصير نستخدم ابسوليت فاليو هذول الفيكتورز، بدنا نستخدم نورم. فعندما يصير النورم ما بين القيمه الحاليه واللي قبلها في السيكونس، قبل الحالي في السيكونس اللي قبلها اقل من ابسلون، هذا هو الترمينيشن كونديشن الاول اللي هو تقريب للابسوليت ايرور، تقريب للابسوليت ايرور. طبعا شو النورم هنا؟ قد نستخدم ال1 نورم، قد نستخدم ال2 نورم، الانفينيتي نورم، او اي نورم اخر، اوكي، الا اذا كان محدد معنى النورم اللي نستخدمه. الترمينيشن كونديشن الثاني اللي كان عندي انا في حاله في تشابتر 2 كان الابسوليت فاليو لبي كي بلس، هو عمليا كانت هذه، كانت الابسوليت فاليو لبي كي بلس 1 ماينس بي كي اوفر بي كي، كانت هيك اقل من ابسلون. الان هون انا طبعا هون ما في مشكله انه اخذ بي كي بلس 1 ماينس بي كي واقسمها على بي كي بلس 1 وبعدين اخذ الابسوليت فاليو، ليش؟ لانه بي كي بلس 1 وبي كي اعداد. الان فهذا ما كان في مشكله هناك، هون ما في امكانيه ان نستخدم نفس الشيء. السبب انه السبب انهم هذولا اللي عندي فيكتورز، فما بصير احط انا النورم، ما بصير احط انا النورم لهذا وهون مثلا اسطب هذول النورم لاكس كي، يعني ما بصير اكتبها النورم لاكس كي بلس 1 ماينس اكس كي اوفر اكس كي بلس 1. ليش؟ لان اذا بدي اخذ اكس كي بلس 1 ماينس اكس كي هذا راح يكون فيكتور، بعدين ما بصير اقسمه على فيكتور اخر اللي هو اكس كي بلس 1، ما في قسمه فيكتور على فيكتور، لهذا السبب لازم اوزع النورم على البسط والمقام بمعنى اخر. هون لازم النورم يكون موزع على البسط وعلى المقام، لازم النورم يكون موزع على البسط وعلى المقام، يعني ما بصير احط النورم لاكس كي بلس 1 ماينس اكس كي اوفر اكس كي بلس 1، لازم يكون النورم لاكس كي بلس 1 ماينس اكس كي اوفر ذا نورم اكس كي بلس 1، لانه هذا راح يكون عندي انا هذا، هذا النورم عدد الان صار، وهذا عدد، فبقسم عدد على عدد ما في مشكله، ما بصير اقسم فيكتور على فيكتور. لان الترمينيشن كونديشن الثالث بده توضيح، هذا عندي انا حاطط النورم لبي بي ماينس اي اكس كي اقل من ابسلون، ليش؟ ليش هذا بدي اياه؟ وعن شو الترمينيشن كونديشن المرادف له كان؟ كان هو الابسوليت فاليو لاف بي كي ليس ذان ابسلون، هذا كان في تشابتر 2. الان هون انا هذا هو الترمينيشن كونديشن، هذا كنت اوضحه للطلاب في بعض الفصول عندما كان الوقت يسمح، عندما كان التعليم وجاهه، هذا كنت اربطه في هذا، عمليا هذا هو نفس اللي هون، بس هون عندي هذا الاف كابيتال اف، عندما يكون عندي فانكشن اوف سيفرال فاريبلز عاده نستخدم كابيتال لترز مش سمول لترز للاسم. عندما يكون عندي طبعا كنت انا مثل ما حكيت لكم امثل حل اللينير سيستم كانه عمليه ايجاد اصفار لفانكشن اوف سيفرال فاريبلز. فعندي كان هذا الفانكشن مثلا كابيتال اف، فبدي عندي النورم لاف اوف اكس كي لانه هذا فانكشن اوف سيفرال فاريبلز، بستخدم النورم مش ابسوليوت فاليو، لانه هذا راح يكون اف اوف اكس كي راح يكون فيكتور، لانه فبستخدم له نورم مش ابسوليوت فاليو، بدي النورم لاف اوف اكس كي يكون ليس ذان ابسلون. طبعا انا مش راح اخوض في هذه التفاصيل، فلذلك مش راح امر على هذا قصه الكابيتال اف، راح امر على هذا واوضح ليش انا بدي هذا تكون اقل من ابسلون. الان بشكل عام شوفوا، اذا كان في عندي انا بي سوليوشن للسيستم اكس ايكوالز بي،
معناته بي بدي احقق السيستم. شو حقق السيستم؟ معناته A times P لازم يكون مساوي لل B. الآن إذا كانت عندي XK طبعاً P مساوي، طبعاً A times P مساوي لل B، معناته B minus A times B بدها تكون 0. انقلوا هذا A P على الجهة الثانية، بدها تكون B minus A times P is equal to 0. الآن إذا كانت XK تقريباً solution للسيستم، معناته تقريباً بدها تحققه، معناته عوضنا في المعادلة XK مش راح تكون مساوي لل B. أنا إذا كانت مساوي لل B بتكون XK solution، وأنا بقول XK تقريباً solution، معناته A times XK راح تكون تقريباً مساوي لل B. فإذا نقلت مثلاً خلينا نقول XK AXK على الجهة الثانية، بده يصير عندي B minus AXK تقريباً مساوي للزيرو. B minus AXK انقلوا هذا على الجهة الثانية، بتصير عندكم B minus AXK تقريباً مساوي للزيرو. إذا B طبعاً شو الزيرو؟ هذا زيرو فيكتور، لأنه B is فيكتور AXK فيكتور، فبصير عندي طرح فيكتور and فيكتور. معناته إيش النورم لB minus AXK؟ هذا شو راح يكون؟ هذا نمبر، النورم نمبر بعطينا النورم لB minus AXK راح يكون تقريباً زيرو. زيرو شو؟ زيرو العدد، زيرو العدد كم؟ فالآن إذا كانت إبسلون very small positive real number close to zero، لما أنا أقول أنا إنه النورم لبي ماينس اي اكس كي أقل من إبسلون، لما أقول أنا بدي حسب التيرمينيشن كونديشن الثالث إنه النورم لبي ماينس اي اكس كي أقل من إبسلون، وتكون عندي مثلا إبسلون عدد صغير جدا موجب قريب من الصفر، معناته أنا بدي النورم، معناته هذا بيعني إن أنا بقول عمليا إنه النورم لبي ماينس اي اكس كي تقريبا مساوي للصفر، صفر العدد. النورم لبي ماينس اكس كي تقريبا مساوي للصفر، اللي هو طبعا اذا كانت ابسلون عدد صغير جدا موجب قريب من الصفر، كل مثلا هذا اقل من 10 تو نيجاتيف 16 مثلا، معناته انه عمليا يعني هذا تقريبا صفر، صفر. اذا النورم لبي ماينس اكس كي تقريبا صفر، معناته بي ماينس اكس كي لازم تكون هي تقريبا الزيرو فيكتور، لانه كلنا احنا الفيكتور الوحيد اللي طوله زيرو هو زيرو. إذا كان عندي هذا النورم لفكتور معين تقريبا صفر، معناته هذا الفكتور لازم يكون تقريبا صفر، وهنا زيرو فكتور وهنا زيرو العدد. بي ماينس اكس كي تقريبا صفر، معناته انه انقل هذا على الجهه الثانيه بصير عندي اي اكس كي تقريبا مساويه للبي، اي اكس كي تقريبا مساويه للبي. شو معناته هذا؟ معناته انه اكس كي تقريبا سوليوشن للسيستم. شايفين انا في البدايه قلت انه اذا كانت xk تقريبا مساوي للبي، معناته xk بده يكون تقريبا solution للسيستم. فهذا تفسير ليش احنا بنستخدم التيرمينيشن كونديشن الثالث. الان انا المره القادمه اللي راح اعمله، طبعا بس بدي اذكر ملاحظه اخيره هون، انه epsilon فيرس طبعا قبلها في epsilon فيرس small positive real number close to zero بنسميها tolerance او threshold مثل ما كان الوضع في chapter 2، وبنقدر نستخدم اي نورم طبعا في التيرمينيشن كونديشن الا اذا حدد لنا النورم اللي لازم نستخدمه. وبي ماينس اكس كي هذه بنسميها عاده ريزيجوال، يعني الشيء المتبقي ريزيجوال للفيكتور اكس كي. الريزيجوال للفيكتور اكس كي تذكروا هذا الحكي هو بي ماينس اي تايمز اكس كي، هذا الشيء المتبقي انه لا لا, لا هذا اللي بنسميه ريزيجوال. الان راح نعم راح احنا نوجد راح نعمل هذا المثال المره القادمه، نوجد سوليوشن بدقه معينه في لنفس المثال اللي احنا استخدمنا الجاكوب اتريشن، بعدين راح ندخل في جاوس سايد الاتريشن ونكرر فيها نفس الامثله اللي عملناها جاكوب اتريشن، نكررها في الجاوس سايد الاتريشن، بعدين راح ندخل النظريه اللي بتحدد لك كيف اختار اكس نوت في بعض الحالات مشان اضمن الكونفرجنس. هذا هو موضوعنا بكره ان شاء الله، بننهي اللي بدنا نغطيه من هذا الشابتر يعني من سكشن 73، وبعدين نروح لشابتر 4. في أي أسئلة يا جماعة؟ شابتر 4 طبعا راح يكون الأسبوع القادم، في أي أسئلة؟ أسئلة؟ طيب يعطيكم العافية، السلام عليكم.